الولايات المتحدة الأمريكية لديها أولويات ليست هي الأولويات التي يجب أن تكون في العراق. أعتقد من مهام الحكومة العراقية أن تأتي إلى الأمريكي، سواء كان السفير في بغداد أو وزارة الخارجية هنا أو حتى الرئيس، وأن يتفقوا على طبيعة العمل الأمريكي داخل العراق. يعني الأمريكان ينفقون ملايين الدولارات في داخل العراق على ملفات أعتقد ليست مهمة للعراق، وهي أموال تائهة وضائعة. أنا كلمت السفير الأمريكي أكثر من مرة في ذلك، كلمت أيضا المسؤولون في هنا في واشنطن. بدلا من أن تنفق ملايين الدولارات على تدريب الناشطين وأمور أخرى، يمكن أن يحدث أيضا تفعيل للملفات الأخرى، التكنولوجيا، التعليم، التعاون في مجال الزراعة، التعاون في مجال الصناعة، التعاون الاقتصادي. أمريكا لديها طاقات هائلة يمكن أن تقدمها للعراقيين، بدلا من التركيز على موضوعين أو ثلاثة رمزيتهما أكثر من المحتوى.